توج نادي الأسايش بلقب دور أندية إقليم الجزيرة بكرة القدم لرجال الدرجة الأولى لموسم 2018-2019 قبل نهاية الدوري بثلاثة أسابيع. تتويج نادي الأسايش جاء بعد فوزه على ملاحقه في الترتيب نادي براتي بهدف النجم روني سعدون. كيف ينظر خبراء اللعبة في المنطقة إلى مستوى فرق الدوري لهذا الموسم؟ وهل كان أداء الفرق عند مستوى الطموح؟ طبعا الدوري في مراحله الأخيرة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة المستوى الفني دون الطموح، طبعا هي نتيجة روزنامة الاتحاد طبعا، والفرق ما استفادت من فترة العطلة بين مرحلة الزياب والإياب. بشكل عام الدوري مستوى دون الوسط. المباراة اليوم كانت المباراة بين البطل والوصيف، رغم ذلك نحن الجماهير كنا متأملين أنه المباراة تكون مستوى عالي، ولكن مع الأسف يعني مستوى أقل من عادي. الدليل أنه أغلب الفرق ما اشتغلت على لاعبينا خلال هالفترة هاي. نادي الأسايش عمل منذ بداية الموسم على أن يكون هو الرقم الصعب في المسابقة، وذلك عبر معسكرات واستعدادات مكثفة وإمكانات بشرية وفنية ومادية كبيرة يمتلكها النادي. الحمد لله ربحنا وحسمنا اللقب، وطبعا هالشي ما إجا من عبس. فريق صار له فترة عم يتعب، صار تقريبا من سنة للسنة وخمسة شهور ستة شهور عم نتمرن عم نجهز. طبعا هل يمكن الدوري فصل قبل ثلاثة أسابيع، ما إجا من فراغ، إجا من محبة بالجمعة والانسجام بين الكادر الإداري والفني واللاعبين. والحمد لله نحن يعني من أول الدوري لما كنا عم نتمرن عم نتحضر حاطين بالنا أنه ننافس على الدوري وعلى الكأس، والحمد لله حسمنا الدوري قبل ثلاثة أسابيع وإن شاء الله الكأس جاي. نادي براتي لم تكن نتائجه جيدة في مرحلة الذهاب، ولكنه حرق المراحل في مرحلة الإياب ووصل إلى المركز الثاني على الرغم من معاناته الكبيرة على مختلف الصعود. طبعا أول شيء هارد لك لفريقنا، مبروك لنادي الأسايش. هي بشكل عام نحن طموحنا كان بالإياب نغير الصورة اللي لعبنا فيها بالذهاب. الفريق دخل مرحلة المباريات صرنا نفوز فيها وربحنا، يعني ربحنا لهاي الحديد هاي المباراة، وانت شفت هاي المباراة هلا. يعني اعتقد كانت هي مباراة عادلة وخلصت بالتعادل. فريق جاي من بعيد ورح ننافس ان شاء الله على المركز الثاني. بحصده للنقاط الثلاث، نادي أسايش روجافا اليوم أمام نادي براتي يحسم لقب بطولة إقليم الجزيرة للدرجة الأولى للرجال لموسم 2018-2019. عيسى شيخو، RTFM، ملعب الشهيد هيثم كوتشو.